يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. انا متحمس فل. واخرت الفيديو هذا يمكن حوالي 11 ساعه او 12 ساعه قبل ما اصوره، لانه امس يا جماعه نزل التريلر الاول والرسمي لفيلم انت مان اند ذا واسب كوانتومينيا. يابا اتوقع كذا تنطق. اللي ما يعرف انا ليش متحمس لهذا الاعلان ولهذا الفيلم بالذات، لانه اول ظهور لشخصيه كانغ راح تكون في هذا الفيلم. وفي حال انك ناسي مين هو كانغ او ايش وضع كانغ في عالم مارفل السينمائي، ابغاك تتخيل ثانوس. فاكرين ثانوس كيف كان معضل ويخوف ومرعب؟ كانغ هذا اعظم واخس من ثانوس. لك ان تتخيل الفيلن الجديد اللي راح ينور عالم مارفل ويشق الافنجرز الجدد والقدامى ومن تبقى منهم. عموما الاعلان حاليا وصلت مشاهداته تقريبا 10 مليون مشاهده في اقل من يوم، وتش عدد مره ضخم واحتمال يوصل اكبر. فمده الفيديو دقيقتين، ما اعرف صراحه ايش ممكن نطلع منه بتحريات، ولكن خلونا نروح نشوفه ونحكم بعدين بنفسنا. لايك للفيديو لو عجبك، اشترك في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والتويتش والديسكورد، كلها موجوده في صندوق الوصف. ولو انت مهتم في عالم الالعاب والماينكرافت والاشياء، ايش ماينكرافت اكثر شيء، قناتي حقت الالعاب موجوده في صندوق الوصف برضه. يلا بينا نشوف الإعلان الأول لأنت مان أند ذا واسب. أوكي يا رب إنه مارفل مي حاطة أغاني كثيرة علشان ما يقروشونا بالكوبي رايت. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at X-Con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man. معليش انا اسف معليش. اوكي اوف اوف. Still need help, Dad. That's why we made this. It's like a satellite for deep space, but quanta. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. What? Now. اوكي هم دائما كذا ايش الاشياء دي. اوه يا بت العيد كاسي، لو انتم ناسين هذه بنت كبرت. اوف عبله جابوا العيد. اوه يقلع ام الجرافيكس، يقلع ام الجرافيكس يا عيال. يا ساتر afraid of. There's something I never told you. Oh, this place. Oh, لا تقولوا. اي والله معليش. Oh, I can get you home. Bill Murray. If you help me. Oh my god. Okay. So what's it gonna be? Ant-Man. Okay. لا تقولوا لي انه مو حماس. والله حماس. 17/2. اوه قريب، حلو ما عاد بقي شيء. كويس توقعت ابعد شويه مع حلو قريب. هيا اصبر، خلينا ناخذ حبه عزيزي الوجي. ابدا البدايه كلها استهبال. وايش I used to ask myself a lot of question. اوكي ثانك يو سبايدر مان. طيب هيا ركزوا، هنا في حاجه مهمه صارت. تمام الحين كاسي هذه البنت اللي هي بنت انت مان، لو فاكرين في الجزء الاول تبع انت مان كانت مره لقمه، بعدين بعد 5 سنوات من هذا صارت اكبر شويه، والحين لا صارت اكبر يعني. واظنهم غيروا الممثله بكبرى، انا متاكد انهم غيروا الممثله بكبرى، بس اتوقع غيروها علشان فرق العمر، مع انه ذيك كانت يعني قريبه من هذه اللي ظهرت في فيلم اند جيم. عموما البنت دي سوت حاجه. That's why we made this. It's like a
It's like a satellite for deep space. يعني كأنها تقول إنه ذا قمر صناعي بس مش لعالمنا، لعالم الكوانتوم اللي هو العالم الصغير اللي يصغر فيه إنت مان ويصير مرة قد الذرة ويدخل عالم مرة صعب نوصل له بحجمنا الطبيعي نهائيا. هنا الأم لو فاكرين الأم أم هوب وزوجة الحبيب إيش كان وضعها؟ سبق وعلقت داخل عالم الكوانتوم وتعرف تفاصيله وتعرف الفوضى وقلة الحياة اللي فيه. فواضح إن هنا افتهمت حاجة، تقول لها دقيقة إيش سويتي؟ إيش المصيبة اللي سويتيها؟ You are sending a signal down to the quantum realm. بترسل إشارة، هي غالبا إشارة، بترسل حاجة معينة إلى داخل عالم الكوانتوم. وهنا حست إن البنت الصغيرة ذي جابت العيد. البنت الصغيرة ذي لازم تعرفون إنها بنت أينت مان فقط، ما تقرب لهم شيء، أوكي؟ عشان لا تخربطون. الشايب والست الحلوة دي بنتهم مين؟ بنتهم هوب اللي هي حبيبة أينت مان. حلو. طبعا جات قالت قفلي، لا قفلي. هي الوحيدة اللي كانت فاهمة ليش المفروض يتقفل. جابت أم العيد. أيوة. الله أعلم إن وقت دخولهم الإشارة دي اللي المفروض تروح لعالم الكوانتوم سحبتهم معها. الإشارة دي الصغيرة المفروض إنها تروح للكوانتوم أخذت كل اللي حوالينها معها. والظاهر إنه هذا اللي كانت خايفة منه الأم. الله الله على الفريم، الله على الجرافيكس، الله على السي جي آي. يا الله يا جمال المنظر. صح انه منظر كئيب بس اقصد جمال من ناحية الرسم والألوان والديزاين شيء. اوكي حبة حبة ناخذها. طيب اللي تأكدنا منه الحين انه كاسي مع ابوها، اوكي؟ والحلو انه لابس بدلة اينت مان، يعني تعرفون انه هو لابسها اصلا طول الوقت. ما اعتقد انه ذا عالم الكوانتوم يا اخي، ما اتوقع انه ذا عالم الكوانتوم. غريب غريب عالم الكوانتوم، انا فاكره في افلام اينت مان ما كان زي كذا، كان اقرب الى يا اخي هذا تحسهم في الفضاء. دقيقه ايش هذا؟ طلعوا لهم مخلوقات، طلعوا لهم بشر، طلعوا لهم بشر في عالم الكوانتوم. احنا اللي نعرف في عالم الكوانتوم ما في الا حشرات غريبه، تعرفون الكائنات المجهريه، هذا اللي كان موجود في عالم الكوانتوم. ايش هذا؟ هذا مو انسان اصلا. سيبوكم من اللي ورا الاثنين، ذا اللي في قدام وش ذا؟ اوكي وفي اكثر من مجرد انسان، في بشر طبيعيين يبدو انهم طبيعيين وفي اشياء ثانيه. ذاتس ويرد صراحه. طيب ها هنا هوب، هنا هوب اللي هي حبيبه اينت مان. هذا هنا اقدر اقول لك انه اوكي هذا اشبه بالكوانتوم، هذا اشبه بعالم ما. It's a secret universe beneath ours. قول إنه هذا عالم سري متخبي تحت عالمنا بس بالحجم الدقيق، يعني لازم تصغر لحجم معين عشان توصل له، لأنه هذه جين أو جانت عارفة كل التفاصيل. سبق وكانت هنا. أي لا والله إنه هو، والله إنه الكوانتوم. شايفين الحشرات دي الغريبة؟ قد شفنا أشياء تشبه لها، مو نفسها تشبه لها في الجزء الأول. طيب هنا يبدون متعمق وغاصوا لأنها رجعت لبست بدلتها وضبطت المظبيط. هذول الثلاثة هوب وأمها وأبوها. حلو. فالظاهر أنها تسأل أمها هنا. هنا سألتها قالت لها إيش أنت خايفة من إيش؟ إيش اللي مرة مخوفك زي كذا؟ هنا شوفوا What are you so afraid of؟ ما أتوقع أنها تسأل أمها، بس الفريم أو إخراج التريلر يخلينا نفهم زي كذا. ممكن أنها كانت تسأل أحد ثاني، كانت تسأل أينت مان نفسه سكوت، ممكن كانت تسأل أبوها أمها الله أعلم، بس ما هو بنفس الفريم. ما هو نفس الفريم هذا، لبس مختلف تماما. أيوة هنا قالت في شيء ما قيد علمتكم إياه، في شيء ما سبق وخبرتكم عنه أو ما علمتكم عليه. إيش هو؟ وجا مين؟ بعد الفريم على طول جا مين؟ جا كانغ. واضح من اللبس جات الكاميرا على كانغ. هل معناته أنه ممكن يكون في نسخة من كانغ جوة عالم الكوانتوم ضايعة هناك أو متورطة هناك؟ لانه لو تعرفون انه كانغ في منه نسخ مش نسخه واحده، بالذات بعد ما لوكي سوى المصيبه ذيك في نهايه مسلسل لوكي صار في عندنا اكثر من نسخه من كانغ. هذه ربما تكون واحده من النسخ اللي اطلق صراحها، او انها ايش دخلت في العوالم الموازيه وكانت موجوده داخل عالم الكوانتوم، ربما وربما لا.
طيب هذا مستحيل يكون في الكوانتم. لا تقولوا لي ان ذا العالم كله موجود في الكوانتم، مستحيل العالم ذا كله موجود في الكوانتم. والله جايز يا ولد كانغ، ممكن ممكن كانغ في احد العوالم او بطريقه ما كان صار عنده جيش في عالم الكوانتم وعالم زي كذا. يا اخي مستحيل، احسها غير منطقيه صح، ماني قادر احللها مزبوط. طب وين بيكون كانغ وليش موجود؟ والله ما ادري. لو نربط كلام الام في شيء انا ما قد علمتكم عليه، ممكن انها فعلا عارفه عن ذا المكان، عارفه عن كانغ موجود هنا، او عارفه على الاقل انه في جيش وفي حضاره تحت اخ ماني قادر اجيبها مزبوط. ما ادري، هذا اكثر شيء اقدر اطلع لكم فيه، انه ممكن يكون كانغ عنده جيش في عالم الكوانتم. زبد. It isn't what you think. It is not what you think. ما هو نفس الشيء اللي انت تتوقعه. هذا صوت كانغ. هذه هوب حبيبة سكوت. طيب بار مني بار، هذه الأم. اوكي. بيل موري، واضح انه دور شرفي. اللعنة، تعرفون كذا لما يجيبون ممثل مشهور في مشهد بسيط ويختفي، شكله هذا نفس الدور. آها هنا سكوت بدأ يسوي مشاكل. ما انتبهت للفريم ذا في الأول، ترى حجمه صار مرة كبير مقارنة بحجم السفن. شايفين السفن الفضائية حوالينه أو السفن ذي الحربية وأيا كانت تبن ذا، حجمها مرة صغير مقارنة بحجمه، فيبدو أنه حاول يتمرد هنا بطريقة ما ويسوي مشاكل. ممكن أوه وهوب كمان تمردت معه. عموما كانغ إيش قاعد يقول هنا؟ I can get you home. أوكي كانغ يقول له أقدر أرجعك للمكان اللي أنت جيت منه اللي هو العالم الحقيقي بحجمك الطبيعي. And give you more time، وأعطيك وقت أكثر. هنا الواقع كأنه قاعد يتشقق صح؟ ولا هذا ليزر؟ لا والله الواقع كأنه قاعد يتشقق، شايفين؟ And give you more time. ها هنا إيش اللي قاعد يصير؟ ليش في نسخة كبيرة من أنت مان ونسخة صغيرة؟ الحس لي مخي. What؟ طيب. If you help me، إذا ساعدتوني. كان قاعد يطلب المساعدة من أينت مان واللي معه. بس صراحة أهني أم الفريم، أهني أم الفريم الجميل هذا. قال لهم كان أقدر أساعدكم ورجعكم إلى المكان اللي أنتوا جايين منه وأعطيكم وقت أكثر. إيش قصده بوقت أكثر؟ أو معقولة يكون الوقت مر بطريقة مختلفة هناك؟ إيوه صح. جينا لحسة المخ يا وجيه، ما أدري. المهم أنتوا فاهمين الفكرة اللي في بالي بس ما نعرف أوصلها لكم. So what's it gonna be؟ وش راح يكون قراركم؟ ساعدوني ساعدكم زبط بعض. يا ساتر يا شكل كانغ، بس شكله هنا ما هو نسخة شريرة مرة يا أخي. والله ما أدري، أنا ما قرأت الكوميك، بس اللي أعرف إنه كانغ فيه منه نسخ كثيرة، في منه نسخ مرعبة وتجيب المرض، وفي منه نسخ طيبة، وفي منه نسخ عادية. هذا واضح انه شرير، بس نظراته كذا كأنه قاعد يصيح، في لمعة في عيونه وقاعد يبكي الولد، اللي كأنه قاعد يطلب منه طلب، يعني ساعدني وساعدك. ايش يبغى منه بالضبط؟ ما ادري، بس شوفوا لاحظوا انه قال له اخدمني في حاجة علشان ارجعك للمكان اللي انت جيت منه. معناته انه مشكلة كانغ هنا ما هي مشكلة رجوع الى العالم الكبير، عاد انا عندي القدرة اني ارجع للعالم تبعكم العالم الواقعي بالحجم الطبيعي البشري. لا هو هذه مي مشكلته، واضح انه يبغى حاجة ثانية. ايش هي اللي يبغاها؟ الله اعلم. طبعا في واحدة من الستوري لاينز اللي تسربت يقولون انه كانغ، ولا خليها ما بحرق عليه، اللي يتابعوا الاخبار زمان معايا ممكن انحرقت عليهم، وانا اسف لكم صراحة. معلومة بسيطة، ما هو شيء كبير. فقال له هل ستعقد صفقة مع الشيطان يا أينت مان؟ أوكي 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 أوكي. الإعلان مشاهداته 10 مليون إلى تاريخ هذا الفيديو، 600 ألف لايك. أحب أعطيه أنا كمان لايك، يستاهل. بعدين أنتم ملاحظين الاضطراب، لابس لكم تيشيرت باتمان وقاعد أتابع شيء المارفل، فوضى. بس عشان أثبت لكم إني أحب مارفل أحب دي سي الاثنين مع بعض. مصرين أنتم إنكم تخلوني فانز المارفل، أنا فانز الاثنين. Oh God can't wait to see this I love Spider-Man. والله حلوة يا أخي المشهد ذا رهيب هذا. رهيب المشهد ذا. The guy who said thank you Spider-Man. ياهو واضح إيه والله من جد. يقولون شكلهم يقصدون بهذا الشخص إنه ستانلي. تعرفون ستانلي قبل ما يموت كان في كل أفلام مارفل يظهر، لازم يكون له ظهور كذا بسيط. شكلهم ذا جايبينه على إنه هو بديل له. واحد كتب زي كذا في التعليقات، ممكن صراحة حطوا له 5000 لايك. Disconnected from everything we've already seen in MCU, almost like a guardian vibe. شكرا لك. انا كنت بقول انه على اجواء guardian of the galaxy. It almost feel like stand alone
ساي فاي موفي، ياب كانه فيلم كذا، عارفين فيلم خيال علمي منفرد. I can't wait to watch this. Ant-Man is such a well-developed character that I don't think they can. حلو حلو. عموما اغلب الناس للأمانة الكلام كله يعني غالبا في التعليقات كلام ايجابي، وكل اللي نقدر نقوله انه الان عندنا القصة الرئيسية انت مان وبنته وهوب وامها وابوها جابوا العيد ودخلوا في عالم الكوانتوم، او انه بنت انت مان بالتحديد جابت العيد ودخلت في عالم الكوانتوم، وبعدها لما صاروا داخل عالم الكوانتوم غالبا بدأت تواجههم مشكلة في الرجعة، لانهم هم دخلوا بس ما معهم اي ادوات ترجعهم لعالم للعالم الحقيقي، ويجيهم كانج بطريقة ما ويطلب منهم شغلة بالمقابل أرجعكم إلى عالمكم. إيش هي الشغلة اللي راح يطلبها منهم كانج داخل عالم الكوانتوم؟ الله أعلم، وربما تكون هذه النسخة اللي بتظهر ذا الفيلم هي نفسها النسخة اللي بتظهر في أفلام مارفل القادمة اللي هو كانج الفيلن أو الشخصية الرئيسية، والله أعلم. هذا كل اللي أقدر أقوله يعني، في النهاية هي دقيقتين 19 ثانية، إيش بنقدر نطلع أكثر من كذا؟ وبس والله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. الله يعطيكم الصحة والعافية على المشاهدة، اضغطوا على زر اللايك لو عجبكم الفيديو، تعالوا تابعونا مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد كلها في صندوق الوصف، ولو لكم في عالم الألعاب وبالتحديد لعبة ماينكرافت أكثر شيء راح تلاقوا قناتي برضو حق الألعاب في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.